بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 25 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونتواصل معكم ومع برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم يجيب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح، حياكم الله وبارك فيكم. على بركة الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي بعثه الأخ محمد من تبوك، يقول: كيف يحافظ المسلم أو يحفظ المسلم نفسه حتى يحفظه الله، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله في الرخاء تجده في الشدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فالحديث صحيح: فضل الله يحفظك، هذا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عباس، كان غلاما صغيرا، قال: يا غلام احفظ الله يحفظك، إلى آخر الحديث. ومعنى احفظ الله يحفظ حقوق الله وأوامره ونواهيه بطاعته سبحانه وطاعة رسوله. المراد بحفظ الله حفظ هذا الدين، والجزاء أن الله يحفظك مما تكره. إذا حفظت دينك وحفظت حقوق الله عز وجل فإن الله يحفظك مما تكره، لأن الجزاء من جنس العمل. وكذلك إذا تقربت إلى الله في الرخاء فإن الله يعرفك في الشدة. إذا تعرفت إلى الله في حالة الرخاء بطاعته سبحانه والإقبال عليه والرغبة إليه فإن الله إذا وقعت في شدة ينقذك منها، وهذا من الجزاء من جنس العمل. فلا يقتصر المؤمن على عبادة الله في الشدة ثم إذا جاء الرخاء نسي الله عز وجل وتكبر وبطر، هذا لا يجوز. هذا فعل أهل الجاهلية، فعل المشركين الذين إذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما المسلم فإنه دائما مع الله في عسره ويسره وفي رخائه وشدته وفي حضوره وغيبته عن الناس، دائما هو مع الله سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. فالمؤمن يتقي ربه حيثما كان، في أي مكان، ظاهرا أو باطنا أو خاليا من الناس، فإنه يكون مع الله سبحانه وتعالى دائما. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أبو بدر من الخرج يقول: فضيلة الشيخ، في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، كيف يحقق الإنسان الإيمان الخالص لله سبحانه وتعالى، وكيف يحقق تعظيم الله وتقديره في قلبه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، المراد بالظلم هنا الشرك، أي الذين أخلصوا توحيدهم لله عز وجل ولم يخلطوه بشرك، لأن الشرك هو أعظم الظلم. وهذا ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما أشكلت عليهم هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ بين لهم أن المراد بهذا الظلم غير ما تظنون، المراد به الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم أنواع الظلم هو الشرك، فالذي يصون توحيده وعقيدته عن الشرك هذا يكون له الأمن المطلق يوم القيامة، فإذا حصل الخوف الشديد. وكذلك في الدنيا، فأهل التوحيد هم أهل الأمن والاطمئنان ولله الحمد دائما وابدا. فالمسلم يحقق توحيده ويحفظه من الشرك، واذا حصل منه شيء من الشرك يبادر بالتوبه الى الله عز وجل من ذلك، والله يتوب على من تاب. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ صالح. أنتقل إلى سائل آخر يقول: حفظكم الله، في هبوب الرياح وإثارة الغبار حكم كثيرة لا نعلمها، والله سبحانه وتعالى يعلم ما فيها من خير على الإنسان، ولكن هناك من يتضايق من ذلك وقد يسب الريح، فما هو توجيهكم وماذا يقول المسلم عند هبوب الرياح؟ هبوب الرياح من آيات الله، والله جل وعلا هو الذي يسخر الرياح وهو الذي يسوقها سبحانه وتعالى، والرياح لمصالح وقد تكون عذابا، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يتخوف عند هبوب الرياح ويدعو الله، يقول: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، خير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح ومن شر ما أمرت به. فالريح من روح الله تجري بأمر الله عز وجل، قد تكون رحمة وقد تكون عذابا، كما حصل لعاد قوم هود أن الله أهلكهم بالريح، نسأل الله العافية. كذلك الريح فيها أضرار على الناس، أنها مثلا يكون فيها أتربة وغبار شديد، وهذا فيه ضرر على المزارع وضرر على المساكن وضرر على المسافرين إلى غير ذلك من الأضرار، وعلى المسلمين أن يتوبوا إلى الله ويستغفروه لئلا تكون ريحا مهلكة أو ضارة، ويسألوه من خيرها ويستعيذوا بالله من شرها. نعم. يقول: بارك الله فيكم، في حال وصول هذا الغبار الشديد، هل هو عذر شرعي لأداء الصلاة في البيت لمن كان به مرض الربو؟ إذا كان هذا يؤثر عليه، إذا خرج أثرا واضحا، فإن هذا عذر، هذا عذر له أن يصليه في بيته. أما إذا كان يتخوف، مجرد تخوف وليس هناك حقيقة، فلا يترك صلاة الجماعة، وعليه أن يتقي الغبار بوضع شيء على أنفه وفمه حتى يصل إلى المسجد، ولا يترك الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم، بارك الله في علمكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ صالح، ما هو ضابط تيسير الفتوى؟ الفتوى بالدليل، التيسير باتباع الدليل، لأن الشرع ولله الحمد يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فاليسر هو باتباع الدليل من الكتاب والسنة. وأما التماس الرخص والمخارج فهذا قد يضل الإنسان والعياذ بالله، ويخرجه من دينه وينقص دينه، فعلى المسلم أن يتحرى الفتوى قائمة على الدليل من الكتاب والسنة، وأن تصدر هذه الفتوى من أهل العلم المعروفين بالعلم والتقوى والخوف من الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا كنت قد أقرضت عددا من الأشخاص مبلغا من المال وحال عليه الحول وما زال المبلغ معهم ولم يرجعوه لي، فهل علي زكاة في هذا المال؟ نعم، الأصل عليك زكاة هذا المال سواء قبضته أو لم تقبضه، إلا إذا كان عدم قبضه لما من قبل المدين بأن كان معسرا أو كان مماطلا ولا تدري هل تحصل على حقك منه أو لا تحصل، فهذا لا زكاة فيه حتى تقبضه وتزكيه عن سنة واحدة، هي سنة القبض فقط. نعم. أحسن الله إليكم. وانتقل إلى سائل آخر يقول: حفظكم الله فضيلة الشيخ، هل للمعاصي تأثير في ضعف الإيمان عند المسلم، وكيف يتجنب المعاصي؟ نعم، لا شك أن المعاصي تنقص الإيمان وقد تبطل الإيمان، الشرك مثلا يحبط الأعمال، يحبط الأعمال ويمحو الإيمان، من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. ومن المعاصي ما هو دون ذلك ينقص الإيمان ولا يبطله، مثل الكبائر، وكذلك الذنوب الصغائر تنقص الإيمان، لكنه دون تنقيص الكبائر، كبائر أشد وأخطر، فعلى المسلم أن يتجنب المعاصي، وإذا وقع في شيء منها فليبادر بالتوبة إلى الله عز وجل توبة صحيحة، والتوبة تجب ما قبلها وتمحو الذنوب إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: حفظكم الله، أنا أعاني من فوات صلاة الفجر كثيرا، ماذا توجهونني به؟ عليك بالحرص على الاستيقاظ وصلاة الفجر مع الجماعة، فإذا اعتدت هذا سهل عليك، أما إذا تساهلت مع نفسك والشيطان فإن هذا يزيد عليك، فاحرص على الاستيقاظ، وأوصي من يوقظك، أو اجعل عندك منبها تسمعه ويوقظك، فالوسائل كثيرة ولله الحمد، لكن الشأن في أن الإنسان يحرص، إذا حرص فإنه هو يقوم،
وإذا عود نفسه على القيام اعتاد هذا، وإذا علم الله صدق نيته أعانه على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. هذا يسأل يقول: رجل طلبت منه أمه أن يطلق زوجته أو تغضب عليه، الرجل حائر بين أن يرضي أمه أو زوجته، ماذا يعمل؟ ما دامت زوجته مستقيمة وليس فيها ما يوجب طلاقها، يعني يكون عندها نقص في دينها أو ضرر على الزوج أو على الأم، فلا يجوز له أن يطلقها، لأنه لا داعي للطلاق. ويمكن أن يرضي أمه ويقنعها بالبيان لها والتوضيح لها في هذا الشأن، وقد تكون الأم ظنت ظنا أو تشككت في شيء فيزيل هذا الشيء ويزيل هذا الظن من خاطرها. نعم. هذا السائل من أبها رمز لاسمه بسعيد يقول: هل يجوز للبنت البكر الزواج دون إذن والدها؟ وبالنسبة للمحادثات الهاتفية بين الرجل والمرأة وخاصة بين الشباب والشابات بحدود الصداقة، فما حكم ذلك؟ لا يجوز التحالف بين الشباب والشابات في غير الأمور التي فيها مصلحة للدين والدنيا، من المعاملات المباحة أو الاستفهام أو سؤالها عن شيء، مجرد سؤال عن شيء يحتاجه. أما الكلام معها على وجه المغازلة أو وجه الممازحة فهذا حرام ولا يجوز. وأما الزواج فلا بد من الولي، قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وفي الآية: وأنكحوا الأيام منكم، هذا خطاب للرجال، الرجال هم الذين يزوجون مولياتهم وليست النساء تزوج نفسها. فعلى السائل أن يفهم هذا، وعلى غير السائل أيضا أن يفهم هذا، وعلى البنات أن يفهمن هذا، وأنه لا يجوز لهن المحادثة مع الشباب أو الممازحة مع الشباب أو فتح المجال للشباب، لأن هذا أغرى كثيرا من الشابات وأوقعهن فيما لا يجوز. وهناك فسقة يريدون اقتناص الفتيات من خلال الجوالات أو من خلال المكالمات أو من خلال الإنترنت أو ما أشبه ذلك، فعلى الفتاة أن تحذر من ذلك وأن لا تفتح المجال على نفسها لهؤلاء الفسقة، بل تغلق هذا الباب نهائيا، تصون نفسها. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أزهار من الرياض تقول: إذا لم تستطع المرأة أن تكتب الوصية في المحكمة، هل بالإمكان أن تكتبها بنفسها وتشهد عليها بعضا من أولادها البالغين؟ إذا لم يمكنها فإن القاضي يرسل لها كاتب العدل، يرسله لها ويكتب الوصية عندها في مكانها بحضور من تزول به الخلوة من أهلها. نعم. تقول: إذا وضعت مبنى عقار مكون من شقق وقفا لي، هل أستطيع أن أستفيد من أجاره وأنا على قيد الحياة؟ وكيف يكتب عقد الأجار في هذه الحالة؟ هذا على حسب الشرط. إذا وقفت البيت أو العمارة وشرطت أن تنتفع بها في مدة حياتها وأن تسكنها وأن تؤجرها فلا بأس بذلك. نعم. سؤاله الأخير في هذه الرسالة تقول: هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لولدها لمساعدته في شراء سيارة حيث أنه بأمس الحاجة لها؟ إذا كان الجواب لا فكيف، ونحن قد سمعنا فتوى إعطاء المرأة زكاتها لزوجها لتسديد دينه في حين أنه يجب عليه شرعا الإنفاق عليها؟ هذه مسألة والتي سألت عنها السائلة أخرى، هي تسأل هل تعطي ابنها من الزكاة؟ نعم. هذا لا يجوز، لا تحل زكاة الوالد لولده ولا العكس، ولا زكاة الولد لوالده، لا تجوز الزكاة من عمودي النسب للآخر، لأنه يجب عليه الإنفاق عليه إذا احتاج، ولا يجعل الزكاة واقية لماله وما يجب عليه. وأما إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من يرى جواز ذلك لحديث زينب زوجة عبد الله بن مسعود، ومنهم من يمنع هذا لأن لما ذكره السائل من أنها تعود إليها في النفقة. فمسألة إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها هذه مسألة فيها خلاف. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر، علي من الخفجي يقول: ما هو القول الصحيح في مس المصحف والرجل على حدث أصغر، حيث أحيانا يحس الإنسان برغبة في قراءة القرآن ولكنه قد يتكاسل بحكم أنه على حدث أصغر، جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز للمحدث حدث أصغر أو أكبر أن يمس المصحف مباشرة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر.
كما في حديث عمرو بن حزم: الكتاب الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. ولكن بإمكانه أن يقرأ من قصار السور من حفظه، أو إذا احتاج إلى المصحف أن يكون من وراء حائل، بأن يجعل على يده حائلا ويتصفح القرآن من المصحف، أو بواسطة مسطرة أو قلم ولا يمس مباشرة. نعم. أحسن الله إليكم. السائل خالد الهزاع من الرياض يقول: ما هي حقوق العمالة والمكفولين على من يعملون عندهم؟ أن يعطيهم أجورهم، وأن يوفي لهم شروطهم التي شرطوها عليه، وأن لا يظلمهم، وأن لا يرهقهم أعمالا لا يستطيعونها، وأن لا يؤجرهم عند الناس ويستغل تعبهم ومحصولهم. فهذه كلها أنواع من الظلم للعاملين. نعم. أحسن الله إليكم. السائل أبو سامي من جدة يقول: هل على العقارات المؤجرة زكاة؟ نعم، الزكاة في آجارها، في الآجار. أما العقارات نفسها التي للآجار لا زكاة فيها في نفسها، وإنما الزكاة في آجارها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول من العقد. نعم. سؤاله الآخر يقول: هل على المديونية والبضائع زكاة؟ نعم، البضائع عروض تجارة تثمن عند تمام الحول على قيمتها التي اشتراها بها يزكيها، هذا البضائع. والديون كذلك، إذا كان لك ديون على الناس وحال عليه الحول تزكيها، لأنها ملكك وهي مالك، إلا إذا كانت على معسرين أو مماطلين ولا تدري على هل تحصل عليها أو لا، فلا تزكيها حتى تقبضها. نعم. إذا وصل المسافر بين العشاءين، فهل يصلي المغرب حال وصوله أم يجمعها مع العشاء؟ لا، ما دام الوقت باقيا، وقت المغرب باقيا، يبادر بصلاة المغرب، وإذا دخل وقت العشاء يصلي العشاء ولا يجمع. نعم. مسافر دخل مسجدا في الطريق ليصلي العشاء، فوجد جماعة مسافرين يصلون، فدخل معهم، فتبين له أنهم يصلون المغرب، فماذا يفعل إذا قام إمامه إلى الثالثة؟ إذا سلم من الثنتين يقوم ويأتي بالثالثة، ويجلس للتشهد الأخير بعدها ويسلم. نعم. وإذا كان يريد صلاة العشاء؟ إذا كان يريد صلاة العشاء وهم يصلون المغرب، نعم، إذا سلموا من الثالثة يقوم هو ويأتي بالرابعة ويسلم. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يقول: أنا أصلي صلاة الليل في بعض الأحيان، أصليها بعد صلاة العشاء مباشرة 4 ركعات أو 6 أو أقل من ذلك، أو أصليها أحيانا قبل النوم على سبيل المثال في الساعة 11:30، أو أصليها مع الوتر قبل صلاة الفجر بنحو 0.5 ساعة. بهذا يكون إجمالي ما صليته من بعد العشاء وحتى صلاة الفجر 16 ركعة، بالإضافة إلى 3 ركعات أوتر بها آخر الليل، ما حكم عملي هذا؟ لا بأس به، صلاة الليل ليس لها حد. النبي صلى الله عليه وسلم حث على قيام الليل ورغب فيها، ولم يحدد عددا معينا، فصل ما تيسر لك من الليل، من أول أو من وسط أو من آخر، وتختم صلاتك بالوتر. نعم. هذا السائل يقول: حفظكم الله، حكم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز السفر لزيارة القبور، لا قبور الأنبياء ولا غيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. فسافر لأجل الصلاة في هذه المساجد، ولا يسافر إلى غيرها لأجل الصلاة، ومن ذلك القبور لا يسافر لها لأجل السلام على أهلها، لا الرسول ولا غيره، لأن هذا من وسائل الشرك، ولأنه خارج عن الحصر الذي في الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فلا يجوز السفر لعبادة في مكان معين إلا لهذه المساجد الثلاثة. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ صالح. هذا السائل يقول: ما حكم من يلعن زوجته أو بعض أبنائه، وهل يعد لعن المرأة طلاقا أم لا؟ لا يعد طلاقا، لكنه يأثم بذلك، واللعن على وجه العموم محرم، لا يجوز لعن المسلم، وفي لعن المعين الكافر خلاف، فلا يلعن، لا يعود نفسه على اللعن. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذي كما في الحديث، هي كلمة قبيحة نزه لسانه عنها، ولا يستعمل اللعن حتى على الدواب وحتى على المساكن والبقاع، لا يلعن، لا يعود نفسه هذه الكلمة الخبيثة، ولا يلعن زوجته ولا ولده
هذا أشد، إذا لعن الزوجة أو لعن القريب هذا أشد، قطيعة رحم، خلاف العشرة الزوجية التي أمر الله بها، ولكنها لا تطلق بذلك، يأثم بهذا ويتوب إلى الله ولا يعود لمثل هذا. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: وسط هذه الفتن التي تكاثرت على المسلم وفي مختلف الأمور، ما هو المخرج منها وكيف يكون الابتعاد عنها؟ المخرج من الفتن باتباع الكتاب والسنة، قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالمخرج من الفتن هو باتباع كتاب الله وسنة رسوله ولزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، وأن يسأل الله السلامة والعافية من الفتن. وإذا كان بمقدوره السعي للإصلاح وإطفاء الفتن فإنه يجب عليه ذلك. نعم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بإذن الله تعالى يجمعنا بكم لقاء مقبل إن كان في العمر بقية. أستودعكم الله، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله.